صلاح البيوت هو صلاح الحياة، نعم ومفيش أفضل من بيت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عشان نقتدي بيه ونتعلم منه إزاي تكون صلاح بيوتنا. كل بيت من بيوت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فيه رسالة مهمة جدا لكل ست وكل راجل داخل بيوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها وبعد. الحقيقة أستاذة لم يكون أن يكون في بيت وفي أسرة، دي نعمة كبيرة قوي من عند ربنا سبحانه وتعالى. كون أن أنا أرجع من شغلي ألاقي في زوجة وفي أولاد، كون الزوجة تلاقي في نهاية اليوم في زوج موجود وفي أولاد، دي عيشة، دي نعمة كبيرة قوي من عند ربنا سبحانه وتعالى، نعمة لازم نحافظ عليها. كون ان في كينونة اسمها أسرة اسمها بيت، ما اناش عايش بمفردي ولا انا عايش لوحدي، برجع اخر اليوم على زوجتي، هي بترجع اخر اليوم بتلاقي في سند وفي اولاد، هم زهرة الحياة الدنيا طبعا. علشان كده دي نعمة كبيرة لازم نحافظ عليها. والبيت ده بالظبط في روح للحياة للعيشة. صحيح. علشان كده الكينونة دي، البيت ده لازم يبنى صح وتأسيسه صح، عمره ما هيكون إلا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، ونعم والبيت بالله. يمشي على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسس البيت يا أستاذة لامية على تقوى من الله سبحانه وتعالى ورضوان. علشان كده لو إحنا عايزين بيت زوج وزوجة وأولاد نقتدي بيهم، ناخد منهم الأسوة والقدوة علشان نقدر نكمل بقية حياتنا والحياة الزوجية دي تمشي في إطار صحيح، أنا شايف أن أعظم بيت على وجه الكرة الأرضية اللي نقدر كلنا نتعلم منه البيت المحمدي، طبعا الأسرة المحمدية، أسرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عائلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك لو كل العلماء والكتاب قعدوا يكتبوا على جمال الحياة الزوجية عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، على جمال البيت المحمدي والأسرة المحمدية، والله ما تقضيهم كتب ولا مجلدات. قد إيه كان البيت المحمدي والأسرة المحمدية فيها طاقة إيمانية، طاقة روحية، طاقة أخلاقية، طاقة فعلا بتعين على الحياة. ويمكن حضرتك لو يعني لو بصينا بس كأنموذج ستنا السيدة عائشة وهي زوجة، إزاي كانت بتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك أولا ستنا السيدة عائشة قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتجوزها، تخيلي حضرتك تيجي الملائكة لسيدنا النبي في المنام 3 مرات بقطعة من حرير فيها صورة ستنا السيدة عائشة ويقولوا له هذه زوجتك، فسيدنا النبي يفتح يبص يلاقي صورة ستنا السيدة عائشة، مرة واثنين وثلاثة، وقال لها كده بعد ما اتجوزها صلى الله عليه وسلم. ستنا السيدة عائشة كانت لها مكانة عظيمة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة زي بقية أزواج حضرته عليه الصلاة والسلام. تخيل حضرتك سيدنا النبي لو كان عنده ضيوف كان بيستقبلهم في بيت ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إيه اللي هي عملته عشان تملك جزء مهم في قلب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ يعني حضرتك بتقول كل زوجات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أكيد ليهم مكانة جوه قلبه، ولكن هتلاقي في السيدة عائشة واخدة جزء، السيدة خديجة واخدة جزء، السيدة سويدة واخدة، يعني كل حد فيهم هتلاقيه واخد جزء معين. لكن احنا دايما نتكلم عن السيدة عائشة انها واخدة جزء مهم يمكن يكون خاص شوية بالمشاعر. بالظبط، علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لقد رزقت حبها، انا بحب السيده عائشه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بده. ولو بصينا على حاجات كانت بتعملها ستنا السيده عائشه في حياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلت سيدنا النبي يرتبط بها هذا الرباط الوثيق، ربما بعض الحاجات دي احنا مفتقدينها في بيوتنا دلوقتي.